السلام عليكم متتبعي قناة أم حسام الآمل المتنوعة، كديرين لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة للفيديو اليوم إن شاء الله هو هذه الطريقة، هذه من زواق البرش مع الفراندة. كانت واحد الأخت لمحات لي، قالت لي كاينة شي راندة في جناب ديالها، شي كاروات ولا شي حاجة بحال هكا. كنتمنى من الله يكون هو هذا الشكل، لأن كاين بزاف ديال الأشكال، كيمكن لكم توظفوا أي حاجة بغيتو، يعني كاين العديد من الاشكال. انايا هنا كيمكن لكم تخدموا غير راندي ديال جوج ولا ديال واحد وتخدموا هذا في الجناب، وكاين هذا كيمكن لكم دوبلوها، يعني ديروا هاد السمطه الاولى وتعاودوا ديروا ثاني هاد المربعات من فوق منهم وتعاودوا ديروا هاد القواس عاوتاني. انايا عزيزه ديال خفيف، يعني بحال هكا يجيو على نص الطوق. هنا في الوسط غندير معكم انايا بحال القواس، غير خيط ماشي عامرين هكايا في الوسط، واللي بغى يديرها الحسكه اللي كنت درت معكم، يعني ديروها هنايا في الوسط وتخدموا هادو في الجناب اللي بغيتو. المهم هكايا، المهم انا هاد الشكل هذا اللي غنوريكم كيجي في نص الطوق روعه، يعني كيجي منه طرز ومنه زواق البرشمان. انايا راني هاد الخيط هذا برمي عليه ثلاثه، يعني دابا حنا في الاول في داك ديال الحسكه درتها على اربعه، يعني باش كتجيك هنايا خارجه على الرنده باش كتعطي. هادو اللي في التوب درتو على ثلاثه، ولكن كيتبغي يتبرم مزيان كانه مبروم بالموتور، تتبرموه مزيان. انا لكم واحد الطريقه اللي دايره، هادي صوبتها، هادي ديك علاقه ديال الحوايج كانت عندي، كنت دار في الباب وتهرسات ليا، خديت منها هذه قورت وحده، ما عقلتش بالضبط ان وحده اللي كانت عندي مقوسه، كنظن ما عرفتش بحال كنظن هذه هي اللي قورت انا عوجتها، وهذه كانت وكنشدها كنلصقها في الطابله ولا في هذا وكنبرم بها، حيت الرجل ما غاديش تقدروا تبقاو تخدموا مزيان على صبعكم، يعني افضل هذه. كديروا الخيط يكون شويه طويل وكتبرموه مزيان مزيان، وباش باش ما يبقاش عندكم داك محلول، يعني ما خصوش يكون محلول. انتو كيف ما كتشوفوا هنا ها هو مبروم مزيان. دابا نوريكم كيفاش غادي نبداو. ها هو على ثلاثه مبروم مزيان. انا درت الوان موف بهادو الموف ناصح، وتجبدوا بيديكم باش ما يتعكرش ليكم. بحال هكا بحال هكا تجرو بيديكم. دابا شنو غندير، كنجي نوريكم انا كيفاش غادي نتعبرو. كناخد كناخدو السنتيم، ناخد سنتيم بحال هكا. دابا انا غنحتاج سنتيم في الخدمات بجوج، في هاد القواس وفي هاد المربع غنحتاج انا سنتيم. ها هو نحتاج سنتيم، نتوما راه غديروا بقلم الرصاص. هو راه اون فوا غادي نديرو غير على حساب المقاس. انا ناخذ سنتيم ديالي نمشي بها هكا بحال هكا بحال هكا سنتيم. من بعد كنجي ناخذ النص ديال هذا، نص سنتيم بحال هكا. دابا شنو غندير، كنجي ندير رخي هذاك العقده، ولا نشد غير في شي حاجه من هنا، لانني انا التوب عندي في ديك الدائره. غنجي نطلع من هنا، نحاول نطلع مع غرزه باش نعطيكم الحساب بحال هكا بحال هكا. ونجي انا فين عابره نص سنتيم، يعني ها هو النص ديال داكشي اللي عندي. تحاولوا نتوما ديروا بقلم رصاص، كيمكن ليكم تعبروا بحال هكا بنص سنتيم بنص سنتيم،
يمكن لكم ديروها الطريقه اللي درت انايا، هي انني نقرب لكم الصوره هكا، نقرب لكم الصوره. انا شنو درت، جيت طلعت من الغرزه ديال راندا، خليت وحده وجيت لتا ها وحده اللي طلعت منها، وهذه غنخليها وغنخدم انا بهادو جوج، يعني غنطلعو مع بحال غنطلعو مع عندي هنا بحال هكا. شوفوا بحال هكا، وحده طلعت منها، وحده خليتها، هاد الجوج هما اللي عندي هنايا، وحده باش ندير ضربت من هذه، ضربت من الرابعه في الثالثه خرجت عندي، وغنجي نخليها من الربعه اللي عندي، وغنخلي هذه شفتوا ها هي، وغنجي هنا غندير بحال هكا، والخط ديما يبقى في اتجاه اللي ملهيه باش نبقى نحصل على هاد الكروه هادي بحال هكا. ونجي عاوتاني بحال هكا، يعني ها هو شفتو باش يجيني الخيط من هنايا، عاوتاني غنخلي هادي ونجي هنايا نلوح الخيط لهيه، ونجي نضرب هنا بحال هكا، هادي جاتني شويه قصيره. تحاولوا تقادوا هادي باش تجيكم قاده، تجيكم الكروه مقاده. غنمشي بها حتى للطرف وغادا نرجع نعاود نكروازيها، كيمكن لكم تعاودوا ديروها بجوج الالوان. ندوح الخيط لهين، نجي يعني هنا طلعت هادي شتيني مقادة، نحاول نمشي بها نتوما من الأفضل، يعني ديرو سميتو ديرو تعبرو بالمسطرة هكايا تقطيعات، بغيتهم صغار انا رديتهم هنا شويه كبار، بغيتو تصغرهم قل من هكا تصغروهم باش تجيكم الخدمه متقونه. انا الاساس نوصل لكم الفكره وصافي، هاد الشبيكة هادي كيمكن ليكم ديروها نص طوق، صافي وغنهبط هنا ونعقد الخيط ونرجع ندير معكم الطريقة التانية. دابا فاش عقدت وتكرزو الخدمة مزيان، من بعد كنجي عاوتاني نطلع هنا الخيط من هنا ماشي من عند الراندا، في نص سنتيم الفوقاني هكا،
طلع في النص سنتيم الفوقاني بحال هكا، ونجي يعني مع هادي مقبل مع هادي نيشان، ندير بحال هكا، نجي عاوتاني الفوق معاها نيشان بحال هكا. سهلة، كيخص الأولى تكون قادة باش الثانية تجيكم سهل. يعني الأولى هي اللي غتاخدو على العبار، الأولى غتاخدو على العبار غتخدم ليكم هذا، وغادا تعاونكم حتى على القباس، يعني عندكم العبار غير المرة الأولى بحال هكا. نجي تاني نهز هنايا هذا صافي، ونعقد الخيط لتحت. دابا غنوريكم كيفاش غنزوق لداخل ونصوبو هاد القواس اللي على برا. دابا نجيو نديرو هاد الزواقة هادي نفسها اللي كنضربو هنا، كنضربو هنا، نجي انا نطلع واحد جوج ونجي لهنا. انا درت ثلاثة كيف ما كنت قلت لكم قبل باش كنهز ديك الوسطانية، نجي هنايا نعاود نطلع هنا بحال هكا، ونجي نطلع واحد جوج ونشد في الغرزة اللي في الوسط، واحد جوج نجي لهنايا في الوسط ناخذ وحده، نجي نضرب هنا قبل معاها، نجي نطلع هنايا بحال هكا. نتمنى ان تكون واضحه. كنجي عاوتاني نطلع واحد جوج، وكنجي لهنا كنجي الخط الثالث بحال هكا، واحد جوج بحال هكا، كنطلع لي بحال لي عندي بحال هكا. نجي عاوتاني واحد جوج، حيت يمكن ليكم نتوما تزوقوها راسكم جلابيه ديولكم حتى كاع لي بطراسم، تخدمهم ليكم المعلم وانتوما تزوقهم بوحدكم. وفي الطراسم سهل لانه ما غادي في الطراسين كتهزو غير من الطرسان من الفوق، كتشدو غير من الطرسان شدة خفيفة. نجي دابا نكمل معاكم عاوتاني الطريقة، نجي هنا نخلي واحد جوج، نهز الغرزة اللي في الوسط بحال هكا، نجي نضرب في النص ديالها ونطلع الجنب، نجي عاوتاني واحد جوج، نجي نطلع هنا، نجي نضرب هنايا. انا غنكملها ونرجع معكم. دابا غنجي ناخذ ثاني خيط اخر ونطلع، انا غير على حساب باش تبقى عندي زواقه مقاده، يعني بحال هاد البارتي ما حيتش انا ما كملتش هنايا، باقي لي وحده في الموف غامق. جيت انا غير من هنا وغدا نبدا كنطلع هل الضربه الاولى ولا الثانيه، يعني نطلع من هنا ونخلي هذه اللي في الجنب، طلعت انا من هذه الاولى وخليت هذه باش تجي عندي هذا القوس يجي عندي قياس واحد. شنو كندير؟ كنجي نطلع عاوتاني هنا نضربها عاوتاني هنا بحال كيف ما في الاول، يعني هذا التحتاني كيعطينا الفوقاني، هذا من هنا لهنا
غادي نجيو نضربو هنايا باش كيجي عندي داك القوس هكا يمتلس باش يجيني قد قد، ما يجينيش واحد كبر من واحد. نجي نخرج الخيط من هنا لوحو عندي بحال هكا، ونطلع الابره والخيط، غندير بحال داك القوس اللي درنا في الفيديو اللي قبل. وغنجي نضرب هنا، يعني غنخلي هاد الكروه وحده هنا الوسط، ونجي هنا ما نجيش نضرب هنا باش ما يجينيش عوج، يعني خصي يجيني مقاد. غنجي هنا بحال هكا، كنحاول نجبد الخيط ديالي. هاد الزويق هذا ما تيتخدمش بالمرمه نهائيا، كيتخدم غير ب يعني غير بسميتو، كيتخدم غير هكايا بلا مرمه، خص غير البياسه تكون يعني تعرفوا كيفاش تحكموا فيها. من بعد كنجي كنعمر هكا بالحبيك، الحبيك كنعمرو هنا لداخل عندنا ماشي هنايا للخارج، كنعمرو هنا هاد القواز ديال الحبيك، ما خصهمش يجيو عندنا يجيو على برا، خصهم يجيو هنا لداخل بحال هكا. كنعمر بحال هكا، ملي كنعمر القوس ديالي كنجي نخشي تحت من هاد الخيط بجوج باش كنولي نجي تاني نخدم داك القوس اللي غيجيني على الداخل في الجهه الاخرى، كنخشي تحت منهم بجوج بحال هكا بحال هكا. شفتوا بحال اللي كنجمع هاد القواس هادو، هنا لاحظتوا كنجي نحط صبعي هكا عاوتاني نعمر بالحبيك هنايا لداخل، كنعمرش على برا. الاول كيكون الخيط شويه طويل كيعذب، ولكن غادي نصبرو كما يقول لي بالي سلي سلقي سنحل. هو ساهل صراحه الزواق ديالو هو، ولكن شي حاجه زوينه وشي حاجه زوينه مختلفه، شي حاجه جديده مختلفه. شفتوا ها هو القوس كيجيني مجموع هنا لداخل ماشي على برا لداخل. دابا باش عمرت القوس ديالي نجي نخشي البرا في نفس البلاصه ونطلعها، حيت الا درتو جوج براوات غادا تعذبكم، يعني من الافضل تمشيو باللون باللون. غنجي نخلي هاد البلاصه اللي غنطلع فيها الموف غامق، غنجي هنا بحال هكا جي البلاصه اللي انا غنخدم فيها موف بارد بحال هكا، ونجي تاني انا طلعت خليت هاد البلاصه للموف. الا شفتو هي كروه نص كروه وكروه نص كروه، يعني جوج كروات. نجي تاني نطلع من هنا، نجي اللي عندي نيشان مع هادي ها هي بحال هكا، ونجي هنا ونعاود نطلع هنا، تجبدوا الخيط ديالكم بحال هكا، ونجي نعمر هنايا القوس كيفما كتشوفوا هنا كنعمرها على الداخل بحال هكا. تحاولوا البرا ما تشدش ليكم الخيط باش ما يتشنجفش، تقلبوها ولكن حذاري من دكم بحال هكا، تقلبوها كتعمروا الخيط بحال هكا. نزيد نعمر واحده شويه، ودابا لاحظوا معايا كنعاود خشي هنا بيناتهم بجوج باش كنشد هاد باش نشد القوس ديالي، كنولي ندور ونولي نخدم على هاد الاتجاه ديما لداخل، ديما عندي يدي اليسريه باش نعمر. انا نكمل حتى الاخير، قبل ما نكمل ندير معكم واحد اخر بالموف باش تعرفوني فين غادي نضرب. نتمنى من الله يا ربي يعجبكم هلاك. راه قلت لكم في الاول كيمكن لكم تعاودوا ديروا اللي بغا الغلط، يعني شي جلابه هكا خفيفه تكون راندا بحال هكا ديال ثلاثة ولا ديال جوج ولا ديال واحد، يعني اللي ما غتقدروش هكا كاع تزوقوا هكا بمره، وتديروا ديروا هادو من هنا من جناب ودير فوق منهم هاد القواس، وتعاودوا ديروا خط فوق منهم عاوتاني بحال هذا،
ودير فوق منهم القواس، كتجيك بواحد المقاس تقريبا ديال 2 سنتيم من هنا و 2 سنتيم من هنا و 2 سنتيم من هنا، والرنده في الوسط اولا الطراسن يعني تصاوبهم عند المعلم وتزوقهم نتوما بوحدكم. انايا غنعاود ندير معكم الموف هنايا وهنا ونكمل هذا اللي بقى ليا. من طبيعه الحال تشوفها في الاول في الصوره المصغره ديال الفيديو اللي كتظهر على الشاشه. دابا كملت الموف اللي كاين خصني نكملو، دابا نجيني تاني نفس الطريقه، الخيط يكون عندي هنا، نجي نطلع هنايا نيشان معاها هناك، انا طلعت من هنا خليت كروالي في الوسط وغنطلع من هنا هناك هناك، نجي نعمر عاوتاني من هنا من الوسط. نتوما راه غادي نتعبروا باش تجيكم يجوكم مقابلين كيف ما انا جاوني هنا مقابلين، شويه ديال واحد المسافه ديال البعد، ولكن خصكم نتوما من ناحيه نص الطقس يكونوا بيناتهم واحد التقابل. وغادي يجي من طبيعه الحال من الخدمه الاولى، يعني من هنا هي اللي على في جناب ديال الرنده هي اللي غتعطيكم لعبه باش يجيكم القواس مقابلين اللون مع اللون، اولا لون واحد ولا ميم. انا بغيت ندير جوج الوان باش تبين بزاف، حتى اللون في اللون تيجي زوين. دابا نجي كيف ما كتشوفوا هذه هي اللي كتشد لي القوس، وباش ندور ولي نخدم هنايا عاوتاني في الوسط. شفتوا انا غنكمل الخدمه اللي عندي حتى الاخر، نخدم هاد القواس اللي مازال ليا ونرجع معكم. هاي الرسمه من بعد ما كملتها، نتمنى من الله تعجبكم وما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس ولي جيم ولي كومونتير ومشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء. مازال ان شاء الله العديد من رشامي هكا بالبرشمان، يعني كل مره في السيمانه غندير معكم اولا مني على حسب الوقت اللي عندي، الا كانت عندي شي خدمه جديده راه غنشاركها معكم، ما كانش غندير معكم دروس ديال راندا خفاف هكا شي حاجه على حسب الشتاء، وغندير معكم زواق البرشمان. ونتمنى من الله يعجبكم وشكرا على المتابعه.